تحية طيبة أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي تراحيب. اليوم نطلع عليكم من عند محافظتنا الغالية، محافظة العراق المصغر، محافظة كركوك التآخي والسلام وأهلها الكرام، من عند قضاء الأصالة والعراقة قضاء الحويجة، من عند ناحية العباسي وأهلها الكرام، اللي استقبلوا شاشة قناة سامراء بأبهى وأحلى صورة، وهذا ما هو غريب عند أهلنا الأصلاء وعشائرنا العريقة. نطلع عليكم اليوم في هذه الأمسية المباركة من عند مضيف عمنا وشيخنا راعي الكرم والطيب، واللي يشاع عليه ويكون على يقين بأن كل ما تعرف على هذا الشخص راح يكون عنده في مخيلته بيان قاعدة الاسم على مسمى. فمن اسم الطيب، وعد ما زرنا وشفنا مضيفة والوجه المستبشر، أيضا شفنا بأفعال الخير والطيب الشيخ طيب أحمد القفطان الجبوري أبو طالع شيخ عشيرة النجمة العبيدة البنجاد، فحياكم الله. يسرني بهذه اللحظات أن نسمع كلمة ترحيبية، بعد أن نرحب بكل أخوتنا وعمامنا اللي شرفونا بهذه الأمسية المباركة، واللي راح تضمن إن شاء الله من خلال هذه الجلسة استماعا إلى أبيات شعرية مع شعراء كبار وقديرين في مجالهم الشعري. أما بهذه اللحظات نستمع إلى كلمة لراعي مضيف عمنا أبو طالع. حيا الله شيخ طيب. حياك الله بيك. يا حياك حياك الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا بمجيء قناة الله يسلمك سامراء الفضائية لهنا. يا بعد راسك. شرفونا عن السفر مالهم. بارك الله بيك. وحياهم مضيف الشيخ طيب أحمد إبراهيم القفطان عشيرة النجمة العبيدة الجبور. والنعم. حياكم وبياكم ميت هلا بيكم. بارك الله بيك. شرفتونا. قد الهلا واكثر شيخي، بارك الله بيك. وحقيقة عندما زرنا هذا المكان كانت بداية الاستقبال يا ضيفنا. لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. عندما شاء الله سبحانه وتعالى قررنا أنه نجي لهذا المكان المبارك ناحية العباسي التابع لقضاء الحويجة، كانت هنالك مشيئة الله أن تتعقد الجية مثل ما نقول بلهجتنا وعد عمامنا. فما كان بيدنا حيلة إلا أن نتصل بعمامنا جبور، عمامنا راعي المضيف وأخونا أبو حذيفة أحمد العبد الرحمن. فكانت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون حل هذه العبدة عند عمامنا جبور. فاستذكرت ما قال أبو حذيفة، دنيا كذا تعقدت جبور حلوها، ما راموا إلا ديار الطيب حلوها، معادنا الجود تفخر حيل حلوها، والقول راهم ولا ياتي بكلافة وجبر. فزعاتهم لنخة والله ونشهد، فزعاتهم لنخة مكسور راي الجبر، والله عشرة نعم من كل خرايف جبر، منحة القاع ودول مرات حلوها. بارك الله. فحقيقة لا يسعني إلا أن أقدم باسم كادر قناة سامراء كل الشكر والامتنان لمساعدتنا حقيقة بالوصول إلى هذا المكان المبارك. بعد أن استمعنا لكلمة الشيخ طيب ننتقل إلى عارفة وواجهة عشائرية وكاتب للنسب والتاريخ الشيخ خضر فرحان أبو عمر شيخ عشيرة السادة السبعويين. حياك الله ويا مرحبا، حيا الله عمامنا السبعويين. تحيا والدوم. يا حيا الله أبو عمر. تحيا والدوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرحب بكادر قناة سامراء الفضائية وبالأخ محمود دهيم الصميدعي وبالمصورين وجميع الكادر التابع لقناة سامراء الفضائية. الله يعزك. في مضيف الشيخ طيب الأحمد الإبراهيم القفطان. والنعم. الجبوري شيخ عشيرة النجمة العبيد البونجاد اللي هي إحدى قبائل الجبور، بل ومن زينة قبائل الجبور. ما شاء كما الله. نرحب بالضيوف الذين حلوا في هذا المضيف من أهالي صلاح الدين الشيخ أبو مصطفى. والنعم. أحد مشايخ عشيرة المسارة الطائية. ما شاء الله. والحضور جميعا من عشائر الجبور ومن الهيب ومن السبعاويين ومن الساد أبو سلامة الشيخ عيسى ساد البقارة وكل الحضور، مرحبا بهم في ناحية العباسي التي هي ناحية وأم لجميع هذه العشائر. بارك الله بك، الله يحفظك، تعيش وتسلم أبو عمر بك البركة وقد الهلا وأكثر عنا أبو عمر. نعم. بما أنه أنت ما شاء الله تبارك الرحمن كاتب للنسب وللتاريخ، فخلي نخوض بهذا المضمار، نعود بالتاريخ شوية للخلف، الله لا يعودها إن شاء الله،
وأزمة وعدت نعم. بزود أهلنا وأبطالنا زلمنا نعم. ودماء أبنائنا الزكية نعم. نعود إلى مرحلة داعش نعم. ومن حقنا أن نفتخر برجالنا نعم. وعشائرنا الأصيلة اللي كان إلها موقف مشرف نعم. تجاه داعش الإرهابي نعم. فنتكلم عن دور أهلنا وعشائرنا تحديدا في ناحية العباسية نعم. عندما كان دخول داعش في زمن 2014 نعم. حياك الله. الله يسلمك. أولا حتى نعطي هذه العشيرة حقها نعم. لأن إحنا في ضيافتها في ضيافة عشيرة النجم العبيد. أولا عشيرة النجم العبيد هي عشيرة لها امتداد داخل ناحية العباسي أو كل امتدادها وثقلها داخل ناحية العباسي، وعندما نقول ناحية العباسي نقصد مركز المدينة وقرى ناحية العباسي نعم. هذه العشيرة الكريمة بعمادتها ومشيختها بيت الشيخ أبو طالع أخونا وصديقنا وأحد كبراء المنطقة طيب الأحمد الإبراهيم الشيخ العزيز أبو طالع. أيضا لما إحنا نتكلم هذا العشيرة تعود بنسبها إلى عشيرة البونجاد إلى البوجحش، عشيرة البوجحش من عشيرة البونجاد هذا العشيرة الكريمة المباركة. هذا العشيرة جدها الذي سميت به وهو عبيد كان رجلا أديبا ومعروفا ومعدودا ضمن وجهاء عشائر البونجاد ما شاء الله. ما وفي شاء الله. معركة الحلف التي جرت ولا نخوض في تفاصيلها إنما معروفة في تاريخ الجبور كان لأحد رجالات البوجحش أو أجبور البونجاد اللي هو يسمونه صالح الحسن أجحاشي نعم. اللي هو أخ اللي جد هذه العشيرة اللي هو عبيد الحسن الله فلما الله. مات هذا الفارس الكبير الذي تسمت به هذه العشيرة نعم. رثاه أخوه اللي هو عبيد أبو نجم اللي تسمت به العشيرة النجم العبيد فهذه العشيرة تتوارث مرجلة نعم. وتتوارث أدبيات وتتوارث أشعار تتغنى بمجدها وبتاريخها وبتاريخ فرسانها وأجدادها وشعرائها الله الله ولا الله. يفوتني أن أذكر بأنه أول عالم معروف لا يشق له غبار في قبيلة الجبور هو من البونجاد من البوجحش ما شاء الله. قبل ما, شاء الله. ما يقارب 250 سنة كان أحد علماء بغداد الله. معروف في شعره وفي أدبه وفي علمه الديني يعود لهذه العشيرة المباركة وهم يسمون بفخذ الملالي يعني هذا المعلومة قد تغيب عن الكثير نعم. من الناس فهذه العشيرة حقيقة عشيرة كريمة وطيبة والنعم وذات مرجلة وذات تاريخ حقيقة مشرف وصاحب المضيف الشيخ طيب هو أحد ذوي الشهداء حيث فقد ابنه شهيدا على يد المجرمين من الدواعش وأبناء عمومته أيضا أعطوا الشهداء الكثر الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الحويجة وأرض العباسي رفضا لسياسة الطائفية وغيرها الله. إن هذه العشائر كلها نعم. سواء عشائر الجبور ومن ضمنها عشيرة النجم العبيد أو العشائر التي هي ضمن النسيج الاجتماعي نعم. لناحية العباسي وقضاء الحويجة كانت ضد الإرهاب وكانت ضد النهج الذي اتخذه داعش في هذه المنطقة بدليل لا يوجد شيخ عشيرة في كركوك وفي الحويجة خاصة بايع داعش الله. ولا يوجد وجه اجتماعي معروف في الحويج أو كركوك بايع داعش ولا من أبناء هذه المشايخ ولا من أبناء هذه العوائل بل إننا في الحويج ضحينا بكثير من الشخصيات وبكثير من المشايخ وبكثير من الوجهاء أخذهم داعش وقتلهم وذبحهم وما يعني ذلك ببعيد يعني مثلا من الجبور ومن غيرهم خسرنا الكثير إحنا لما نتكلم عن الجبور يجب أن نتكلم عنهم لأننا في مضيف شيخ من مشايخ الجبور فله حق علينا أن نذكر ما عند أهله من طيب وكلهم طيب فالحمد لله نحن رافضين لكل طائفي أيا كان الطائفي لكل طائفي أراد أن يقسى الآخر نحن في الحويجة نحب الجميع
نحب الشمال ونحب الجنوب ونحب الغربية. نحن ناس نعم اسمنا الغربية، ولكن هذه الغربية لا تعيش إلا إذا عاشت الشرقية، ولا تنمو ولا تفرح إلا بفرح أهل الشمال. فكلنا وطن واحد وكلنا أبناء وطن واحد، وهذه العشائرة امتداد واحد. أنت إذا تأتي إلى ابن الجنوب تلقى أصوله في هذه المنطقة، وإذا تأتي إلى هذه المنطقة تجد أصولها في الجنوب. مثلا تجد أن الجبور مقسومون، تجد أن الجبور مقسومين بين الشمال والجنوب والشمال والجنوب والغربية. تجد فيهم السني وتجد فيهم الشيعي، وتجد حتى بعض الجبور يعيشون أكراد، يعني نسبهم عرب ولكنهم دخلوا ضمن مكان معين فطغت عليهم القومية التي يعيشون في وسطها. فنحن نوجه رسالة من هذا المضيف، مضيف البخت إن شاء الله، بأن الحويجة رافضة لكل إرهابي أيا كان الإرهابي، والحويجة رافضة لكل تمييز عنصري وقومي وطائفي. فنحن أهل الجميع وأخوة للجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم والحديث بقيه. الله يحفظك إن شاء الله، تعيش وتسلم يا أبو عمر على هذا الكلام القيم، بارك الله بيك، كلك حكمة ومعرفة إن شاء الله. ما شاء الله على هذه الحكمة البليغة من حديث عمنا أو شيخنا أبو عمر حول نبذ الطائفية وحول رص الصفوف، وإن شاء الله يبقى عراقنا موحد إن شاء الله بجهود مشايخنا وعقلياتهم اللي نحتدي بيها واللي نقتدي بحكمة مشايخنا وعمامنا الأجلاء. بعد أن استمعنا العمنا أبو عمر والحديث هذا القيم، ننتقل إلى لسان حال القوم. فعد ما نزور مضايف أهلنا وناسنا الكرام لابد أن تتخلل الجلسة أبيات القصيدة اللي من حقنا أن نفتخر بعشائرنا ومناطقيتنا ورموزنا ومواقف أهلنا المشرفة. هذه لحظات باسم مشاهدي قناة سامراء نرحب أجمل ترحيب بضيف برنامج ترحيب شاعرنا الكبير والمبدع حمد السبعاوي. حياك الله شاعرنا، يا مرحبا بيك. حيا الله نباك. كل الهلا بشاعرنا منقار، ربي يحفظك ويعزك. يا هلا وحيا الله السبعاوي. حيا الله منقار، حياكم الله يا بديرة أهلكم. والنعم. طبعا احنا نشكر الشيخ ابو طالع واخواننا جبور وعمامنا على هذا الكرم وحفاوه الاستقبال، ما شاء الله، ونرحب بكم. الله يحييك، وان شاء الله نقدم ما يليق هذه الجلسه ان شاء الله. شرف تواجدك ويانا اخونا الله وحبيبنا شاعرنا حمد السبعاوي. الله يحفظك. خلينا نستثمر تواجدك اليوم، ايش راح يسمعنا يا حمد؟ يقول هلي سلوى بكرمهم من نعدهم، هلي سلوى بكرمهم من نعدهم. اي او هل الما تلقى يمهم من نعدهم، هل اهل الحويجه من نعدهم شهامه بيوم القاتل العدل. الله 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 الله، والله يستاهلون، كفو. طبعا كتبت قصيده في الاوان الاخيره، قصيده هناك موضوع في المجتمع الانتقاص من تربيه المراه او من الاشخاص الذي تربيهم امهات. الله 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 الله، اي والله يا حمد. اكو زلمه يتوفون امه وابوه وهو صغير بالعمر، نعم، بس يصير سبع الله وكريم تربيه جدته، نعم، فيقومون ينادونه باسم جدته او ابن الارمله او ابن فلانه. الله 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 الله، فيصير سبع وكريم وواجهه للقوم. اي بالله يا حمد. فيتفقون اكثر من نصف العشيره انه يكون وجه لهم. ما شاء الله، والله صار وجه. نعم. اكو من قرايب ويقولون شلون ابن فلانه يصير وجه علينا؟ باطل هذا، تربات مرأة تربات ارمله. نعم. فأنا أقول رادة وطيحتك، أهي بس البخت منجل. رادة وطيحتك، رادة وطيحتك بس البخت منجل. أي الفارغ ما يغث فلاحة من يغبل. الله الله الله، نعم. أكو شيخ بسلف، أي ما ينسمع لصياح. الله. وكم ربيت أمه وبالسلف عزل. الله الله، نعم. ابن فلانة صاحوا، أها ظنهم ويذلوك، حشا ما يدرون مريم جابت معدل. الله 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 الله، ابن فلانة صاحوا ظنهم ويذلوك. اسمع يا ابو حذيفة، ما يدرون مريم جابت معدل. اي بالله، يا ابن الخلفة تبرح على حد الغيم. الله الله الله، يمطولك وسعفك شوفهم وشل. اي وتعيش. اكو بعقال ابوهم، نعم، اكو بعقال ابوهم شاخه ومتيهين يا مكثرهم. وكم من ملف عم مغمض ويندل.
أيوة. اكو بعقال ابوهم شاخه ومتهين واكو منشيله ام مغمض ويندل. الله الله الله. المرة الله. صارت معارب يا سما وقران. ايه حكيك سيف ليش على الشرف ينسل يا وسفه. ترى بعض الرقص للي يفتهم مريود. اي هو ساتر نثايب برقصة المغزل. الله الله الله. ترى بعض الرقص للي يفتهم مريود. أيوه. هو ساتر نثايب برقصة المغزل. أي نعم. حرمة الدلة حرمة الدلة لكن عزة الفنجان. أي أيوه والله. رايح جاي ظل بهيب تمدلل. حرمة الدلة لكن. حرمة الدلة لكن عزة الفنجان. أيوه والله. رايح جاي ظل بهيب تمدلل. عيش. الما عنده حكي قضى العمر مذلول. الفارغ بالمضايف عيش تنبهذل. الله الله الله. كبر عقولكم يا البشة مسنطون. الميت ما يضر الشامة الهلهل. الله. الميت ما يضر الشامة الهلهل. وما عليكم زود الجميع. الله لسانك تعيش. حياك الله صح الله بدنك. الله يحفظك بارك الله بيك. وأحسنت الاختيار بهذه الموضوعية. الله يحفظك. الهادفة يعني وهذا حقيقة موجود في هذه المجتمعات لا سيما بالآونة الأخيرة. وصح الله لسانك يا حمد. اقل شيء نقول احسنت الاختيار. والله يا حمد انا ربتني مره انا ولدت الدنيا وابوي توفى. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظ كل امهاتنا المضحيات الصابرات. الله الله. مثل ما قال عنا ابو عمر الامام احمد ربته مره. ما شاء الله بارك الله فيك تعيش وتسلم. من حمد السبعاوي الى ميثم حديد وكليهما بالابداع قائم. حيا الله اخونا ميثم يا مرحبا بيك. حياك الله استاذ محمود الدهيمة. طبعا انا ما اضيف على كلام الشيوخ بل يا حي الله العبيدي عمامنا من اهلكم على اهلكم ونورتوا الحويجه والعباسي. وطبعا نشكر الشيخ العم طيب القفطان الله. على هذا الاستضافه الجميله وهن جبور هم هالكرم وملم دائما والله. والنعم منك ومن عمامنا. الله يحييكم. الله يحفظك يا اخوي ميثم. وللعباسي امشي بزود اي ورافع راسي. للعباسي امشي بزود. امشي بزود ورافع راسي. اي نكفو. لورد تكتب كلمة تعبر اكتب من قلبي واحساسي. الله. امشي بزود ورافع راسي. نعم. لورد تكتب كلمة تعبر اكتب من قلبي واحساسي. اها. ويل تسأل عن زلمة ديرة. نعم. شنهو ينقط من قصصهم. أها. غيرة وبارود ونوماسي. الله الله الله. ذول الوقفة ووقت العوز. نعم. ذول الصمدو. ذول الوقفة ووقت العوز وقت الظالم. الله. وقت القاسي. ولو ردت بنفسك تتأكد روح على الساتر وانت حكم راح نمونع لأهل دياله ثلثين الطق للعباس. الله 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 الله. ما شاء الله تعيش. وبعد بينا عمل يرجع وطننا بخير. آمين. ما دامك هيش وجوه طيبة وهيش مضايف. بعد بينا عمل يرجع وطننا بخير. آمين. أو يرد فلاحنا يشغل مساحية. أها. أو ترد الفزعة ذيك أو لمة الشبان ويرد الريف يزهب كل معانيه. الله. بعد بينا عمل يرجع وطننا بخير ويرد فلاحنا يشغل مساحية. نعم. أو ترد الفزعة ذيك ولمة الشبان أو يرد الريف يزهب كل معانيه. أو يرد بستاننا يلامس أطراف الغيم. الله. أو الله تطر الله. السمر نخلات السماوية. أي والله. أو يرد بستاننا يلامس أطراف الغيم أو تطر السمر نخلات السماوية وما ندفن زلم. أها. ندفن بذر بالقاع. الله. او مو خضره ترد القاع ورديه يمتى نشوف ونرد بعيد وحده نرجع المبيوق. او من تطلع شمس نلزم حراميه. الله. تنظف الله. قاعنا وترجع طوائفنا وترد اللمه والضحكه العراقيه. امين. ونبنيهن سوى بكيف اللي يصلي تصير. نعم. كنيسه وجامع وياهن حسينيه اللي يجونا من الجنوب. اي من الشمال من الشرجية اللي يجونا من الجنوب نشيلهم على الراس. اي نعم. او نرحب بيهم بهوسه وابو ذي. الله الله. جسم الله. واحد نفسكم من نفسنا. اي. واذا عدكم عزة ناجل عرسنا. الله نبض الله واحد الله. منو اللي يقدر يجسنا وشعلان يظل جدنا الواحد. اي نعم. والابو ذي. والليالي بس علينا تراب. اي. يهلين ودموع الفرحة ماضن يوم. يهلين. يهلين مرحب باللي فانا ضيف. يهلين صدر الله البيت الله لك والعتبلية. الله الله الله. ولا الله. كل من سأل عن اهلي من وين لا نعم. تحتار هاك اخذ النتيجة. اي. المعوز ملح او كحلة للعين بس يفوت من نص الحويج. اي أيوة والله. والله محيي. الله 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 يا ميثم. كبير وتعيش وتسلم بارك الله فيك. تعيش بعز الله. الله يحفظك ويحفظ كل اهلنا ورجالنا الاصلاء اهالي
قضاء الحويجة والنعم من الإكرام والله ونشهد لهم بالغالمات. الله عليكم. راح نستمر وياكم بهذه الجلسة المباركة. نروح الفاصل ونعود وياكم مرة ثانية، خليكم ويانا. حياكم الله مرة ثانية أحبتنا المشاهدين. قبل الفاصل كان هنالك حكمة ومواقف مشرفة تكلم بها شيخنا العزيز وعمنا أبو عمر، بعدها كان هنالك اختيار موفق وموضوعية مجتمعية هادفة بقصيدة جميلة من شاعرنا حمد السبعاوي، وبعدها لأخونا وشاعرنا ميثم حديد العبيدي بالحس الوطني والتفاخر بالبقاع الطاهرة بقاع الحويجة. أما بهذه اللحظات استمرارا أيضا بأبيات القصيد ومع أول مشاركة تلفزيونية لشاعرنا أبو ذي الفقار الشاعر علي جاسم. حياك الله أبو ذي الفقار. هلا بيك أستاذ، كل الهلا بيكم مضيف الشيخ خالي أبو طالع. مجالسكم تزيح الهم. أها. مجالسكم تزيح الهم وفعايلكم تحتش الأطرش الأبكى. مجالسكم تزيح الهم. نعم. وفعايلكم تحتش الأطرش الأبكى. اللي رافدكم فلا يندم. الله. اللي عاشركم فلا يندم. نعم. انتو سند للمظلوم وانتو العون والمحزن وانتو شعاع نص الليل هو كل العشيرة بيا الهرام. اي نعم. كفو منكم والقفطان، كفو منكم يا كفو. يا ولد المارض العوجة ولا بوجه الضيوف اكبر. يا ولد المارض العوجة ولا بوجه نعم. الضيوف اكبر. والنعم منكم ولد قفطان ولد اسماعيل وابو ماجد وابو غنام وثار الموت ما يرحم. نجوم ولا غابت شبسكم يوم ما تظلم، ومن نكتب شعر ونمدح الأبطال ما نندم، لأن هذا الخلق من أجدادك الطيبين يا أبو طالع صفات الكرم تتعلم. الله أي أيوة والله كفو. نكتب شعر ونمدح الأبطال ما نندم. نعم. لأن هذا الخلق من أجدادك الطيبين يا أبو طالع صفات الكرم تتعلم. الله الله. وصيتك شاع وسط الناس وبيك الخلق تتكلم، وانت حزان للطيبين وبيك الماس وهالظيم يتحزن، ومن نسرد قصص أبطال عالطيبين ما نؤثم. ومن نسرد قصص أبطال عالطيبين ما نؤثم. ما نؤثم. ومن نقول شيخ نقولها معمم. ومن نقول شيخ نقولها معمم. الأفعال تكشف غاية المقصود، وأنا قصدي بحضورك غايتي أكرم. رجل كلك شجاعة وكرم دون إحساب. رجل كلك شجاعة وكرم دون حساب، وليكتب عليك يكون يكتب دم من أصل العرب وجبوري وابن جبوري. كفو. من أصل العرب. والنعم والله. وجبوري وابن جبوري. بارك الله فيك. تسلم. يا درع العشيرة وسيفها المسلم، يا درع العشيرة وسيفها المسلم، وهلي يوم الإملاقة ما داروهن. هلي يوم الإملاقة ما داروهن، هلي وصار صايح ما داروهن. هلي يوم الإملاقة ما داروهن، هلي كل ما يلاويهم هفه، هذه كل ما يلاويهم هفه، خوالي 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 نجوم ودلنا نسلهم، خوالي سيوف ودلنا نسلهم، وخوالي كل من يحلهم مثل هم، خوالي كل من يحلهم مثل هم، خوالي سند بالشدة ونسلهم خوالي. والنعم 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 من العمام ومن الخوال. صح الله لسانك يا ابو ذي الفقار، بارك الله بيك، الله يحفظك والنعم منك والنعم والنعم. الله يسلمك وبارك الله بك، اجواء جميله جدا. خلينا نعود مره ثانيه لعمنا ابو عمر. حياك الله مره ثانيه ابو عمر. الله محييك تعيش يا ابو عمر. ابو عمر ودي اسالك، يعني حقيقه كونك ما شاء الله واجهه عشائريه معروفه في هذه المناطق وتمثل عامل مشترك لكل عشائرنا الكريمة في محافظة كركوك وفي المنطقة الغربية. ما بعد الاحتلال الأمريكي كانت هنالك أفكار تشوه كثير من طبقات أبنائنا وشبابنا بموضوعية التمدن، حتى يحاولون بالتالي يغزون الفكر بموضوعية التمدن واندثار الموضوعية العشائرية اللي من خلالها تعلمنا وتوارثناها من أجدادنا العادات والتقاليد الأصيلة. كيف
تتعامل العشيرة مع أبنائها حتى نبقى محافظين على العادات والتقاليد العشائرية؟ حياك الله الأخ محمود. الله محييك. حياك الله يا أبو عمر شيخنا العزيز. مرحبا بك وبمن صاحبك من أهلنا العبيد. والنعم. قبل يقال حويجة العبيد. الله 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 الله. مررتم بالحويجة ومررتم بقبر الأمير مزهر العاصي. الله. الذي هو عدد متفرد من أوكاد العراق والحويجة نعم. الخاصة. نعم. إي بالله. فأنتم لستم ضيوف وإنما أنتم معازيم. الله الله الله. والنعم. في داركم الثانية. الله. نعود العشيرة. الله جل وعلا قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم. يوم أن أتت جميع الاحتلالات على البلدان المحتلة ومنها العراق. نعم. سواء من الغزو التتري إلى يومنا هذا كان للعشائر موقفها. الله. كان للعشائر موقفها. أي نعم. فالعشيرة بحد ذاتها تحافظ على الأبناء، تحافظ على كل من ينتمي لهذه العشيرة من خلال قانون يسمى الثاية. الثاية. البعض يسميها السلوم. هذا الثاية لكل عشيرة نظام خاص بها، ثاية سلوم، هو قانون يحكم هذه العشيرة، يحكم حتى رئيس العشيرة. الله الله يعني رئيس الله العشيرة الله. لا يحق له أن يغير من هذه السلوم إلا بعد أن توافق عليها جميع العشيرة. إذا العشيرة بحد ذاتها هي حكومة مصغرة وأشبه بالدستور ودستور. الله الله ما شاء الله. والمجتمع العراقي مجتمع عشائري. فالعراق دولة قائمة على العشائرية. أي نعم. العشائر حافظت على العراق قدر المستطاع. نعم. حافظت على العراق قدر المستطاع، حافظت على الممتلكات. نعم. حافظت على إرساء الأمن. يوم أن يكون هناك خلاف بين اثنين من عشائر مختلفة ترى أن العشيرة تهب لأجل الإصلاح. الله. أو تهب لأجل دفع الظلم عن ابنها. نعم. فالعشيرة هي الحصن، الحصين الذي يتحصن بها أبناء العشائر. ما شاء الله. وهي الدرع الذي يتدرع به أبناء العشائر. إلا أننا نحذر أن لا يكون هذا الحصن هو خندق لشيء لا يحبه الله ولا يرضاه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة والسلام. يجب أن تكون موافقة للشرع. أي نعم. يجب أن لا تقف ضد شيء من حدود الله جل وعلا. ونعم. ويجب أن لا تتمرد على ولاة الأمور، لا تتمرد على الحكومة، فيد بيد كل العشائر. نسيجنا الآن في العباسي الغالبية للجبور. ونعم. وفيها عبيد وسادة، السادة طبعا سبعاويين، شيخ عيسى بقارة وغيرهم، وأيضا عشائر الأخرى، عندنا جميلة، عندنا قيسيين، وعندنا الهيب، وعندنا حقيقة شدة ورد، وعندنا أبو مفرج أيضا ما ننساهم، أزل شلوءة، وعندنا دناديش اللي هم أول ما تبدأ ناحية العباسي. نعم. بهم من عند تكريم. فهذه العشائر متماسكة فيما بينها. هذه العشائر يعني الله جل وعلا قال إنا جعلناكم وجعلناكم نسبا وصهرا. الله النسب الله الله. الرجل الواحد، أما المصاهرة الخؤولة فيما بين بقية العشائر. فنحن إن لم يجمعنا نسب واحد جماعتنا الخؤولة وجماعنا الدين وجماعتنا الأرض الواحدة، فالحمد لله يعني اللي الله سبحانه وتعالى جعل هذه البلدة بلدة العباس طيبة بأهلها بطيب عشائرها. ولا يفوتني أن الأخ الشيخ أبو مصطفى كان له وقفة. والنعم. مع أهالي الحويجة حقيقة فيها النزوح، هو وأهلنا، خصوصا يعني نخص أهلنا العباد والمسارة والعزة في ناحية العلم يعني. الله الله الله. وكل أهلنا في ناحية العلم. ومن هذا المقام ومن هذا المكان نبعث بأجمل تحية لبيتي الجبور، بيت الملحم وبيت العبد ربه. لأنه أتى ذكرهم خلال الجلسة التشاورية. وحياكم الله. الله محييك، زادك الله من فضله ومن علمه، بارك الله بيك شيخنا العزيز، تعيش وتسلم حقيقة
يعني عندما شاهدنا واستمعنا لهذا الكلام المعبر حول موضوعية العشائرية، للأسف بالآونة الأخيرة ظهرت عند كثير من شبابنا اللي بان عليهم الاتجاه الخاطئ حول موضوعية التمدن والابتعاد عن العادات والتقاليد، ومثل ما وعينا على مقولة المجالس مدارس. فالله يديم أمامنا ومشايخنا اللي من خلالهم نقتبس ونتعلم معنى الحكمة والمعرفة. فكل الشكر لعمنا أبو عمر على هذا التوضيح. نعود مرة ثانية للشاعر حمد السبعاوي، فكان قبل الفاصل تكلمنا عن هذه القصة المؤثرة حول شاب يكبر على يد والدته بعيدا عن والده. فحياك الله يا حمد. حياك الله استاذ حيا الله محمد العزيز، هلا بالكبير. طبعا طلب من الشيخ انه اذكر قصيدة. اكو شخص عنده اصدقاء اثنين. فذول الاصدقاء حيل يعزهم ويودهم وبيناتهم زاد وملح. نعم. اذا يغيبون عنه يومين امه تقول له اخوتك وين؟ الله الله تفقدهم. حلو. والله مر بضائقة فقطعوه معه. يسمع من الناس انهم الشمتين الوضع هذا وراضينهم الوضع، بس ما يصدق لان بياناتهم اكبر من هذا الشيء. يابا. فيوم من الايام تعدلت اموره فواجههم المكان وحيل مشتاق لهم. راد يتلقاهم بالحضن بس لاحظ تعابير وجوههم تغيرت. مو ذيش الاولانية. فمن سالمهم قوه صار المسالم. يابا. فقال لهم تلاقينا. تلاقينا. وعرف قلوبكم والله. اي. مو ذيك الصدور البلهل احترت. الله. تغير لونكم من شفتوا انا بخير، من ضحكة سنون قصصكم اصفرت. تلاقينا. تلاقينا. وعرف وجوهكم والله. وعرف وجوهكم والله. وعرف قلوبكم والله، مو ذيك الصدور البلهل احترت. يا ابا يا ابا يا تغير أبا. لونكم من شفتوا انا بخير، من ضحكة سنون قصصكم اصفرت. باطل. ثلج شفوفكم. وبحضن شاي الآب الله شلونك من لسنكم بالحي انجرت. تعيش. ثلج شفوفكم وبحضن شاي الآب. أيه. شلونك من لسنكم بالحي انجرت. انجرت. المصافح المصافح يبين بالخشب مرات. الله. المصافح يبين بالخشب مرات. اي والله تصدق. عوشية ابويا من الهل اخضرت. الله الله الله. اغيب. إيه؟ وكانت أم تخجل الترحاب الهلا من أم ملح بوجوهكم ذرت. اي والله. أعمى وكنت أحس وجودكم بالبال وشم ريحة إبلكم لو علي مرت. اي والله. مو يعقوب بس أنا من أخاو إنسان أشد ظهره وطف النار الأحمرة. أصيل. تطعنوني تطعنوني وقنع بالظهر خوان. خوان. أقول النية بيض الدنيا الأسمرة. الله الله الله. تطعنوني وقنع بالظهر خوان. أي والله. أقول النية بيض الدنيا الأسمرة. نعم. وضحك ما أسولف بيكم الشمات. من أصلك. رغم منكم سوالف بالقفة انشرت. الله. الدنيا تدور. بس انا شهم تدرون. نعم. يظل طبع شمس مهما الكره افترت. اي ابا. عثرت الخيل عثرت الخيل نعمه تميز الصحبان. اي والله. تعرف العانة تبكي وتقرا الانترنت. الله. النبي النبي والماي. اي. هم خوه بكل ما بيها معنى والصحبه بكل ما. اها. يونس من غرق مره بكل ما وشمر حوته لان بالع خويه. اي والله. شكر رفاج عبد ما يوم صحباني. صحباني. بعشرة هواهم مواقف طيب. صحباني. صحباني. رغم انجفوني. أيه. وحقد بالروح صحباني. لكن اجدامي تخط للدار تاعدهم. تاعدهم. احفل يمسهم وذل خشوم توعدهم. اي والله. غثني غثني زماني. أيه. ونويت اليوم تاعدهم بس الهضيمة فلا يسون. صحباني. صحباني. الله. 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 بارك الله. 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 الله يعيشكم. صح الله زانك احسن يا حمد. صح الله. تعيش يا اصيل. بارك الله بيك ما شاء الله على هذه الابيات الجميلة. بعد ان استمعنا لهذه القصة والقصيدة المؤثرة نروح لاخونا وشاعرنا ميثم حديد العبيدي. يا ميثم. على راسي. الله محييك. سمعت اخونا حمد. اي شلون ما سمعت؟ وش راح توصل لنا من القصيد؟ والله قصيد اني راح احكي قصيده رساله على لسان شريحتي طبعا، شريحه المحاضرين والخريجين. اها.
اي والله اي من حقك. اي والله اي والله انا ما تعينت اني ميثم الحديد، الحمد لله اعيش النوب 50 سنه بخيمه حديد الرشيد. الله الله بعزكم وجاكم ان شاء الله. والينخاني ما بس التعيين حقك. اي والله بس هذا حق. اي نعم. اي والله فش منتظر منهم؟ ماكو لزمه شارب. ايش منتظر منهم؟ طبعا الى سراق الوطن. اها لان هم اللي ويستاهلوها. ايش منتظر منهم؟ ماكو لزمه شارب. نعم. واحد يبوق او ثاني بينا يراقب. الله ايش منتظر منهم؟ ماكو لزمه شارب. واحد يبوق، واحد يبوق وثاني بينا يراقب. شله حراميه الوضع ما ادري شلون. أيوة متخربط ومو جبهه صاير سالب. اسكت وخليها يا بش مغثه وغلط. اي أيوة والله واهلي مصدقين قضيت عمري بقميص ابيض طالب. خاطر اوف ام السهر. اي خاطر اوف ام السهر والحسرات وشويه امسح عرق قصه الشايب. اي أيوة والله شي ينهب بحقي ويخليني احتار. مجبور اسمى النائب اكبر ناهب. الله ما طالب ايد بنيتك. أي. اطلب تعيين حقك هذا. ما طالب ايد بنيتك. اطلب تعيين حقي واريده وانت نفذ الواجب. اي نعم. تعين ابن اختك وبن خالك. أي. وفلان وفوق اسم يا مقرود خطك شاطب. الله الواعد الحبب حلقه بس على التعيين. ما أيوة تدري الله. صارت عينه فوق الحاجب. والله تصدق ما تدري بالمحبوبته انخطبت ضال عزابي يقهد حاله حال الراهب. الله وصفه وصفه المحاضر. المحاضر ما حد مقلبه وليش ذاك المحاضر يستلم كم راتب. ايوه والله وصف المحاضر ما حد مقلبه وليش ذاك المحاضر يستلم كم راتب. اصعب مطالب من تطالب انسان ما يسوى ذر تنخال بس الطالب. الله اصعب معاتب من تعاتب انسان. اي نعم. ما يسوى ذر تنخال بس تعاتب. واصعب احساس تحب وطن ياكل بيك. أيوة. وانت بوطن لا ماكل ولا شارب. وابد والله وانت بوطن لا ماكل ولا شارب. الله واذا عندك وقت اكو مقطوعه. اي نعم مقطوعه. اي نعم اي نعم يا ميثم تعيش تعيش بعز. طبعا رساله الى النصف المجتمع. نعم. الى المراه لان هسه جاي يصير تشوهات وشغلات جاي يصير للمجتمع. عفية يا اخوي. نصيحه الى نصف المجتمع. اها ضميها روحك يمهلك لا تظل بدروب العشق متعلقه. نعم. قبل ان يجي اليوم اللي بي ما تشتهي نكلك ولا يعبر عسل بس تشتهين الطلقه. الله اللي يبقى يجمع لك صور. اي ويشوف الربع الصور وياك لا ما يبقى. أيوة. واخذي النصيحه من اخو من ميثم. اي والله من باب واخذي النصيحه من اخو كتبيها وبراسك شرط لا تنكتب على الورقه. نعم. اللي يملك اللي يملك وما لبسك حلقه بشهر يلبسك باخر حلقه. اي والله اللي عنده فلوس اللي يملك وما لبسك حلقه بشهر يلبسك باخر حلقه. الله او سلام. الله صح. الله صح. الله يعزك ونعم النصيحه والله من ذهب. الله يعزك. الله يسر على كل بناتنا ان شاء الله بنات المسلمين. حقيقه كلام جميل ومعبر وقصيده اجمل من اخونا ميثم حديد. معاناه لشريحه كبيره مثلها وجسدها بهذه القصيده الشاعر ميثم حديد. ف يا مكثرهم اللي مثل أخونا ميثم تعب واجتهد ودرس وكمل شهادة بالتالي يصحى على وطن ما بأبسط حقوق. يا رب مثل ما أسلفنا وقال أخونا ميثم في بداية الحلقة أنه دام عندنا رجالات دام عندنا أصلاء ودام عندنا مشايخ يا رب وما نكل وما من دعاء رب العالمين أن نشوف عراق أفضل على أقل تقدير يليق الحياة لهذه الفئة من أبناء عراقنا الأصلاء. الله يحفظ كل عشائرنا ويعمر كل دواوين أهلنا الكرام. للأسف وصلنا إلى مشارف انتهاء هذه الحلقة. لا يسعني لنقدم شكري وامتناني لكل ما قدموه أمامنا ومشايخنا وراعي هذا المضيف عمنا أبو طالع على وجه التحديد من كرم وحسن ضيافة. كل الشكر والامتنان لكل من شاركني بهذه الجلسة. شكرا لشعرائنا بداية أخونا وشاعرنا أحمد السبعاوي والشاعر ميثم حديد العبيدي وشاعرنا أبو ذي الفقار. شكرا للعارفة والشخصية العشائرية الفاهمة واللي ناخذ من عندها الكلام الجميل والمفاهيم العقلانية شيخنا شيخ خضر أبو عمر. شكرا لكم جميعا. يا أبو طالع إليك الكلمة قبل الختام. أهلا بكم حياكم الله ونشكر وما ننكر يا طيب. شرفتونا لما جيكم. الله يسلمك شيخي. على رأسهم الأخ
محمود الدين. الله يعزك ويبارك بك يا ابو عراس. تجشمكم عن السفر من سامر، ان شاء الله ترجعون بالسلامه. الله يسلمك. محفوظين ان شاء الله. يا ميت هلا، ويا رب ان شاء الله نلتقيكم بخير. وانستونا والله، بدنا الوقت يبقى وياكم طويل يا ابو عراس، والله لكنه هذا الوقت المحدد. شكرا شيخي العزيز، تعبت ويانا. الله يحفظك، بارك الله فيك، تعيش والمجتمع كل. الله يحفظك، تعيش كل شرائح والنعم من الكل. هلا بيك والنعم من الكل. بارك الله فيك. وايضا لا يسعني ان اقدم شكري المخرج. اكيد اخونا ايهم فارس مخرج البرنامج يقدم كل الشكر والامتنان لكل اخوتنا اللي شاركونا هذه الحلقه، وايضا تحايا موصوله لاخونا وشاعرنا الكبير خلف الكواليس احمد عبد الرحمن اللي هي ابو حذيفه. لا نودعكم، وانما نلقاكم ان شاء الله وان كان في العمر بقيه في الاسبوع المقبل في امان الله. ترحيب 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 لهمنا وناسنا يا من تعطيه، رغم كل ما جرى نضايف كل